قالوا روح لي خبر تقرير منشور على روسيا اليوم نقلا عن مجلة عسكرية إسرائيلية. عنوانه إيه؟ مجلة إسرائيلية تدعو لفتح جبهة ضد مصر. ده المجلة الإسرائيلية نقلا لمجلة خاصة بجيش الاحتلال، خاصة بقول بجيش الاحتلال، بتتكلم بشكل واضح في التقرير إنه التقرير الصادر عن المجلة الخاصة بجيش الاحتلال إنه إسرائيل مطالبة بتهديد مصر. ده التقرير، التقرير المنشور بيقول كده. إذا لزم الأمر أيضا فعلى تل أبيب الهجوم على جميع الجبهات. ده التقرير بيقول كده. والتقرير بيتكلم على طبعا هجوم شديد على مصر، وبيتكلموا على إن عندهم مزاعم. طبعا المجلة بتتكلم على مزاعم، أنا بقول كلمة مزاعم بشكل دقيق، إنه مصر انتهكت اتفاق السلام ودون أي رد من إسرائيل، وإنه خوفا من الإضرار بالاتفاق. والتقرير المنشور على المجلة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على إنه الاتفاقية السلام بتتكلم على قوات مصرية بحجم فرقة بيصل حوالي 60 كيلو فقط شرق القناة، وإن المصريين بنوا 3 مطارات عسكرية. ده التقرير المنشور على المجلة الإسرائيلية، المجلة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي. وإنه مصر بنت 3 مطارات عسكرية، وبنت شقق، وبنت أبنية وبنية تحتية للإمداد والوقود، هم اللي بيقولوا كده. وإن مصر كمان عملت معسكرات دائمة لعدد من الفرق التابعة الخاصة بالقوات المسلحة المصرية، وانه في حوالي زي ما هم بيقولوا، التقرير بيقول كده، انا بقول لكم نص التقرير، ان حوالي 100 دبابة موجودين في رفح، و6 معابر بحجم الطريق السريع اسفل قناة السويس. يعني هم كمان بيتكلموا على قناة السويس والانفاق، انفاق تحيا مصر و3 يوليو والشهيد احمد حمدي، يعني بيتكلموا حتى على الانفاق ديت. طب وانت مالك؟ خليني اقرا لكم التقرير وبعدين اعلق عليه. وبيقولوا انه مصر كمان عملت، مضايقاهم قوي المعابر دي والانفاق، يا نهار ابيض رازين كل حاجه يعني. وانه 6 معابر بحجم الطريق السريع اسفل قناه السويس، و3 محطات رادار في سيناء، واكثر من ذلك انه الجيش المصري يمتلك، خلوا بالكم من اللي جاي ده مهم جدا. بيقولوا انه الجيش المصري يمتلك اسلحه غربيه وشرقيه حديثه. هم مضايقين قوي بالحكايه دي جدا، ان انت عندك تنوع مصادر تسليح الشرق والغربي، هم قالوا كده. وان كل هذا التسليح زي ما المجلة العسكرية الخاصة بجيش الاحتلال بتقول ان كل هذا التسليح يهدف الى هدف واحد. ايه هو؟ زي ما هم قالوا اسرائيل. ده هم اللي بيقولوا في التقرير بتاعهم، المجلة اللي مترجم ومنشوره على روسيا اليوم. وقالت المجلة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل ضدنا، هم بيقولوا كده، هو بيعمل ضد اسرائيل باصرار، هم اللي بيقولوا. طبعا ده حاجه يعني بقول لكم التقرير قال كده، رغم ان المترجم الناس بتوعنا هم بيقولوا ناسنا يعني ناسهم هم يعني بيحرصوا على الاشاده باتفاق السلام اللي موجود ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان، بل ويحذرون من اي اجراء في غزه مثل النقل المؤقت اللي هو هنتكلم عليه بعد شويه، اللي هو التهجير للأشخاص إلى الأراضي المصرية. وإن ده ربما، هم بالمجلة بتقول إنه لو حصل هذا التهجير إلى مصر سيؤدي إلى تدمير هذه الاتفاقية اللي هي اتفاقية السلام. معناها إنه في حرب هتحصل بين مصر وإسرائيل، هم بيقولوا كده. إذا أصرت حكومة نتنياهو على تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، ربما يؤدي ذلك، مش ربما، أنا هقول لكم، هيؤدي إلى تدمير هذه الاتفاقية المهمة اللي هي اتفاقية السلام، معاهدة السلام، اتفاق السلام بيننا وبينهم من 79. قالت المجلة التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي إن التسوية في السياق المصري سوف تضع إسرائيل في وضع مستحيل على حدودها الجنوبية. وأضافت المجلة أن حرب غزة الجارية كشفت الإخفاقات التي نشأت في رؤية السلام، وليس فقط إخفاقات تكتيكية بل أيضا استراتيجية التي تراكمت على مر السنين منذ الاتفاق مع مصر منذ في نهاية السبعينيات. انتقد التقرير
خدمت المجلة العسكرية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي التقرير بإيه؟ قالت إيه؟ لن نكون قادرين على الاستمرار في العيش هنا في النهج الدفاعي الشامل حتى الآن. الحدث في الجنوب هو وسيلة لتغيير استراتيجيتنا. بيتكلموا على تغيير استراتيجية بتاعتهم، استراتيجية بتاعتهم هم بتاع جيش الاحتلال. وسوف نتلقى المساعدات الغربية إذا تصرفنا بشكل صحيح. هنا بيتكلموا أولا على إيه؟ ده تقرير بمناسبة خطير جدا، وإنه كمان يصدر عن المجلة الخاصة بجيش الاحتلال، وإنتوا عارفين في إسرائيل مفيش كلمة بتخرج أو تتكتب أو تتقال في الإعلام إلا الرقيب العسكري يوافق عليها، ما بالك بمجلة صادرة عن جيش الاحتلال بتتكلم كده على مصر. يبقى هنا أمر مهم ليه أنا كشعب، يعني أنا هنا بخاطب شعبنا وبقول لشعبنا انتبه وتخلي بالك. اللي بيتكلم هذا الكلام المجلة التابعة للجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي. وانت دايما بتقول إسرائيل عدو، ما بقولكش لأ، طبعا كلنا بنقول كده، حضرتك بتقول وانا بقول وغيرنا بيقول، صح. طب لما يجي يقول هذا الكلام النهاردة في ظل اللي احنا بنشوفه وظل الدعوات المستمرة حول ترحيل او تهجير الشعب الفلسطيني الى اي مكان، بما فيها حتى امريكا زي ما قالوا النهاردة، وبما فيها حتى الى مصر والى الاردن والى دول اخرى، واستمرار هذا الامر زي ما قالت المجلة، قالت انه استمرارنا في هذا الامر اللي هو ترحيل الشعب الفلسطيني الى الاراضي المصرية سيؤدي الى تدمير هذه الاتفاقية اللي وصفوها بين قوسين المهمة، اتفاقية سلام. معناها انه الاتفاقية دي لو حصل انه مصر اكيد مش هتسكت، ورسائل مصر واضحة من اول يوم لحد النهاردة مستمرة. الخطورة في هذا الكلام ان هو شايف ان انت، انا بعمل تنمية في سيناء، تنمية محتاجة ان انا سيناء تبقى جنبي اقدر اروحها اعدي قناة السويس في 10 دقايق، بدل ما كنا الاول بنقف ساعات ويمكن شاحنات بتقعد ايام عشان تعدي. فهذا الامر خلي بالك الانفاق مزعلهم جدا. انت عندك تتكلم على بورسعيد 3 يوليو، بتتكلم على اسماعيلية تحيا مصر، بتتكلم على السويس الشهيد احمد حمدي، مش كده؟ نتكلم على 6 انفاق، 2 2 2، صح. بيقول لك انه مصر عملت كمان انفاق حديثة اسفل القناة، وهم شايفين انه الامر ده طبعا اللي بيفكر في حاجة فيبقى راصد كل شيء، فهم شايفين الموضوع ده من وجهة نظرهم هم، احنا عاملين ده من اجل التنقل وسهولة الحركة والنقل وربط سيناء بغرب القناة بكل المحافظات، واقدر من سيناء من شيخ زويد ورفح شمالا الى شرم الشيخ جنوبا اروح اي حتة في مصر، عندي النهاردة شبكة طرق ربط مصر ماسكة مصر كده، اقدر اروح حلايب وشلاتين زي ما انا عايز، اروح ابو سمبل زي ما انا عايز، اروح ميناء ارقين على حدودنا مع السودان زي ما انا عايز، اروح السلوم مع ليبيا زي ما انا عايز، ما عندناش ازمة في شبكة الطرق، بالعكس احسن حاجة معمولة من احسن الحاجات يعني هو ربط مصر. هم زعلانين من الحكاية دي جدا، لان الاول كان عشان تعدي، خلي بالك الموضوع استراتيجي. يلي كنت زعلان، ما انت ما عندكش رؤية استراتيجية لما كنت بتضايق ويرموا فلوس في الانفاق، لا ما ترميتش والله، مش حاجة بتترمي، كل حاجة بيتعمل لها حساب ولها حسابات على المدى دلوقتي وبكرة وحتى لو بعد 100 سنة و200 سنة، ويديكوا العمر ويدي جميع العمر يا رب، والأحفاد 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 والأحفاد
لأجيال إلى ما لا نهاية. في رؤية حط كل شيء. طب انت عايز النهاردة 2-3 مليون في سيناء، هينتقلوا ازاي من وإلى؟ هيروحوا ازاي من وإلى؟ زي ما كان زمان عشان تعدي تاخد لك كام ساعة؟ مفيش الكلام ده دلوقتي. رصدين كمان ايه اسرائيل في سيناء عملنا ايه؟ قال لك انه في 3 مطارات عسكرية، وفي المناطق العسكرية دي بانيين شقق وبانيين وعاملين بنية تحتية وامداد وقود ومعسكرات دائمة وثلاث محطات رادار في سيناء. الله، انت مالك بأرضي؟ احنا أرضنا نعمل فيها اللي احنا عايزينه. هو انت كمان بترصد ان انا بعمل ايه ومش بعمل ايه؟ وعندي معدات ايه وما عنديش ايه؟ وانت ليك علاقة ان انا اعمل قواعد ولا اعمل معسكرات ولا اعمل تواجد عسكري دي بتاعتنا احنا، مش بتاعتك، مش بتاعت اي حد. عندنا مطارات مدنية، عندنا مطارات مدنية، البردويل مطار مدني، العريش الدولي مطار مدني، عندنا مطارات مدنية موجودة في سيناء. صحيح، هل ده أمر مش معروف؟ معروف، ما احنا العالم كله اللي بيبيع على الطيارات بتنزل في العريش، بعد 40 كيلو من حدودنا الشرقية. وعندك البردويل في مطار، وعندنا مواني. ولكن هذا الكلام أنا كمواطن وأنا بقوله لحضرتك تبقى تقرأ الصورة كلها بقدر النشر اللي في هذا الموضوع. وأنا بعتبر هذا الموضوع من أخطر الموضوعات التي أثيرت أو تثار الآن، بعيد عن التهجير وبعيد عن كذا، كلها موضوعات خطيرة، ولكن الموضوع ده هو الأخطر. الكلام اللي فيه كلام، الكلمة فيه كل واحد معني يبقى عارف حكاية ده، محلل سياسي عسكري حد مواطن يبقى عارف خطورة هذا الكلام. واحنا بنتكلم طبعا لما يقول لك انه افتحوا جبهة مع مصر، يعني هو بيقول لإسرائيل جيش الاحتلال افتح جبهة مع مصر. هو فاكر ان انا خايف لما يقول كده. هل احنا دولة، هل احنا كدولة، ودائما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما دائما لك احنا جيش قوي جدا ولكن جيش رشيد ومنضبط عمره ما يهدد،